ماشيين بالترتيب. البخاخه هل تفسد الصيام ولا؟ استاذ ياسر سال فضلك. غاز مضغوط، غاز مضغوط يجوز. يجوز يا دكتور؟ قول مطمن. ما هو ما فيش جرم دخل كسائل، هو عضلتك عامله زي بخار الماء المكثف على لوح ثقيل زي الزجاج او الالومنيوم. هذا جائز لا شيء فيه، لان الهواء لا يفسد الصيام. يعني لو فرضنا كده، ده انت حضرتك ريحت ناس كتير، لان كانوا بيفتكروا جنابك. انا هقول لك اللي عايش في روسيا او في القطب هو هيستنشق يعني بخار ماء مكثف، ومع ذلك لا يفطر في الهواء كده باجماع الفقهاء. فهي البخاخه تماثل هذا، تماثل بخار الماء المكثف في الاوقات البارده او الازمنه البارده. يجوز ان شاء الله. ان شاء الله. نعم. وده ليس بطعام ولا بشراب، ودي كمان بتؤخذ في الاعتبار. نعم. لا ليس بطعام ولا بشراب. نعم. ده نفس. نعم. نعم. نعم.